السلام عليكم، أرحب بكم في الحصة رقم 4 من سلسلة حساب نهايات الدالة اللوغاريتمية. إذن نبدأ بالحالة الأولى، ليميت ديال الآلان دو 1 زائد 3 إكس على إكس عندما يؤول إكس إلى 0. أول خطوة هي التعويض المباشر. إذن عند التعويض غلقوا الآلان ديال 1 زائد 3 في 0 اللي هي 0. إذن الآلان ديال 1 على 0، يعني غيجينا صفر على صفر، وهذا شكل غير محدد، فورم انديتيرميني. اذا هنا خصني نحيد هذا الشكل غير محدد. اذا هنا ممكن نستعملو تغيير المتغير. اذا كنشوف هنا واحد التعبير نهايه مرجعيه اللي قريبه من هذا التعبير اللي عندنا هنا. اذا ممكن، اذا شنو غادي ندير؟ عندنا هنا 3 اكس وعندنا اكس. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نضربو في اكس في البسط وفي المقام. إذا الليميت ديال ألان 1 زائد 3 إكس، وغادي نضربو 3 في المقام وفي البسط. إذا 3 3، إذا إكس يؤول إلى 0. إذا الهدف هو لقى واحد تعبير شبيه بهذا. إذا هنا يمكن لي ندير تغيير المتغير، نضع 3 إكس كتساوي تي. إذن عندما يؤول إكس إلى 0، إذن ملي كتؤول إكس للصفر، إذن إلا عوضنا إكس بالصفر غتجي 3 في الصفر، إذن تي يؤول إلى 0. إذن تساوي ليميت، إذن غنعوضو 3 إكس بتي، إذن تي يؤول إلى 0، 3 الآلان ديال 1 زائد تي على تي، وهذه نهاية مرجعية كتساوي لنا 1. إذا غتجينا 3 في النهاية المرجعية ديال ألان دو 1 زائد تي على تي عندما يؤول تي إلى 0 اللي كتساوي لنا 1. إذا الليميت كتساوي لنا 3. الحالة الموالية غنحاولو تقريبا بنفس الطريقة نحسبو النهاية ديال ألان ديال إكس على جوج على إكس ناقص جوج عندما يؤول إكس إلى 2. إذا حنا كيبان لنا واحد، إذا هنا ممكن ندير تغيير المتغير. إذا غادي نوضعو إكس على جوج كتساوي تي. إذا عندما يؤول إكس إلى جوج تي يؤول إلى ماذا؟ إذا إلا عوضنا إكس بجوج غتجينا جوج على جوج هي 1، إذا تي يؤول إلى 1. إذا النهاية غترجع على الشكل هذا، غترجع على الشكل ألان ديال تي. إكس غنعوضوها، إذا إلا كانت إكس على جوج كتساوي تي، فإكس كتساوي جوج تي. إذا جوج تي ناقص تي، تي يؤول إلى 1. هنا عندنا 2. إذا الليميت، إذا كيمكن لي نعمل بإثنان في المقام. إذا 2، إذا كيبقى لنا في الحد الأول تي، وفي الحد الثاني كيبقى ناقص 1. إذا تي يؤول إلى 1. إذا هنا عندنا هاديك جوج يمكن لي نخرجها، غتولي 1 على جوج. الليميت ديال ألان تي على تي ناقص 1 عندما يؤول تي إلى 1، وهذه نهاية مرجعية. إذا كتساوي لنا 1، وبالتالي النهاية هي 1 على جوج مضروبة في 1، أي 1 على جوج. الحالة الموالية عندنا ليميت ديال ألان إكس ناقص 1 على إكس ناقص أو. بنفس الكيفية كيمكن لي نحسب هاد النهاية. إذا نضع تي كتساوي لنا إكس على أو، إذا يكافئ ماذا؟ يكافئ أن إكس كتساوي لنا تي أو. إذا عندما يؤول إكس إلى أو، إلا عوضنا إكس بأو غتجينا تي كتساوي، إذا أو على أو هي 1. إذا نعوضو، إذا ليميت، إذا إكس هي تي او، اذا الالان ديال تي او ناقص 1 على
إذا إكس قلنا غادي نعوضها هي تي أو ناقص أو تيؤول إلى واحد. إذا حنا كنعرفو بأن الآلين ديال أ بي مع أو بعددان موجبان قطعا، شنو كتساوي؟ كتساوي لنا الآلين ديال أ زائد الآلين ديال بي. إذا ليميت الآلين ديال تي أو هي الآلين ديال تي زائد الآلين ديال أو ناقص واحد. في البسط كيمكن لينا نعمل بأو، إذا كيبقى لينا في الحد الأول تي، وفي الحد الثاني كنعمل بأو تيبقى واحد، إذا ناقص واحد تيؤول إلى العدد واحد. إذا ليميت الالين ديال او هي واحد، اذا كيبقى لينا في البسط الالين ديال تي، عندنا الالين ديال او هي واحد، واحد ناقص واحد صفر، اذا على او عامل تي ناقص واحد، اذا تي يؤول الى العدد واحد. وحده الاو كيمكن لي نكتبها بهذا الشكل، هذا الالين ديال تي على تي ناقص واحد تي يؤول الى العدد واحد. إذا هذه نهاية، النهاية ديالها كتساوي لنا واحد، بالتالي كتجينا واحد على أو في واحد أي واحد على أو. النهاية الأخيرة ليميت ديال ألين واحد زائد إكس ناقص الألين ديال واحد ناقص إكس على إكس عندما يؤول إكس إلى صفر. إذا كنفكو، إذا ليميت ديال ألين ديال واحد زائد إكس على إكس ناقص الألين ديال واحد ناقص إكس على إكس، إذن عندما يؤول إكس إلى صفر. إذن هنا يمكن ندير الأقواس. إذن عندنا النهاية الأولى أو النهاية ديال التعبير الأول هي نهاية مرجعية، عندنا الليميت ديال ألين واحد زائد إكس على إكس عندما يؤول إكس إلى الصفر كتساوي لنا واحد، كيبقى لنا هاد النهاية هذه. إذن هذه يمكن لي ندير واحد ناقص ليميت، وهذا غادي يحسبها بوحديتها، واحد ناقص إكس أو الألين ديال واحد ناقص إكس على إكس عندما يؤول إكس إلى صفر. هنا يمكن لي نوضع إكس كتساوي أو ناقص إكس كتساوي لنا تي. إذن عندما يؤول إكس إلى صفر ناقص إكس هذا اللي كيؤول إلى الصفر تي يؤول إلى صفر. إذا شنو غادي تولي؟ غادي تولي واحد ناقص ليميت، إذا عندنا الآلان واحد ناقص إكس غادي نعوضها بالتي على إكس، إذا هي ناقص تي. هاد ناقص يمكن لي نطلعها الفوق، غادي تولي إذا ناقص مع الناقص غتولي زائد، إذا تي يؤول إلى صفر، وهذه نهاية مرجعية، إذا كتساوي لنا واحد، وبالتالي فواحد زائد واحد كتساوي لنا العدد 2.